احنا اليوم احنا 5 كلاسات من الاب الجاي راح ناخذ محاضره عن تدريب مهارات التواصل العملي، ولو هو كان عملي يعني حقيقي واقعي، ولكنه لانه الوضع ما يتحمل فذاك سويناه الكتروني. تمام، احنا راح ناخذ الكورس الثاني هذا كله عملي مهارات تواصل، كل خميس تدريسين اثنين، انا هسه اليوم ودكتورة ضحى، انا 5 كلاسات ودكتورة ضحى 5 كلاسات. تسمعوني صوتي واضح؟ نعم واضح. تمام انزين، احنا بنهاية الكورس هذا راح يكون عندنا امتحان هم نسوي الكتروني، احنا راح نجيب من ضمن المادة اللي راح ندرسها خلال هالاسابيع. تمام، MCQ اي شيء احنا ممكن نسويه هاي، وبعدين عليه درجة تنحسب ضمن العملي مالتكم. فاحنا نتمنى انه تكون تحضرون، لانه هذه الماده ما راح تدرس في الصف الثالث، هي هاي الصف الثاني احنا راح ندرس هاي الماده. الكتاب اللي تعتمدون عليه، وايضا مو بس الكتاب انتبهوا طلاب، الكتاب لان هذا عملي، الكتاب باكثر شيء نظري، اريد تسجلون الملاحظات اللي نحكيها خلال التدريب، لانه انتم هي راح نجيبها احنا ضمن الاسئله الامتحانيه. تمام، فاحنا بدايه احنا ليش ندرس مهارات التواصل؟ هي مهنة الطب بيها تتميز بثلاث أبعاد، ثم طلاب صف ثاني بس مع هذا لازم نعرفه، بعد معرفي يعني أنا الطلاب لازم عنده نولج، الطالب سلوكي وأخلاقي. إنزين، بعد 3 أشياء مهمة، معرفة وسلوك وأخلاق. مهارات التواصل شنو تمثل؟ تمثل الجانب السلوكي من المهنة، من مهنة الطب. إنزين، طبعا الجانب الاخلاقي الاثكس اللي احنا هم ندرسه بعدين، الاثكس هو يمثل روح مهنه الطب. انزين، وجانبها الفني والانساني اللي هي هذه هذني القيم اللي هسه جاي اقولها، هي تكسب قيمه يعني مهنه الطب القيمه الاعتباريه في المجتمع. يعني هسه انتم تشوفوا طبيب وين ما يروح هذا طبيب، لان هذا عنده قيمه اعتباريه بالمجتمع. احنا نهتم بهذه الابعاد. انزين، لانه مهمه، ما يعني انا الطب ما بس معرفه، بسلوك وباخلاق. تمام، احنا لهذا ضمننا تدريب مهارات التواصل او منهاج مهارات التواصل في ضمن منهاج كليه الطب، مفهوم؟ هذا اهميه مهارات التواصل بالنسبه لنا. نجي مهارات التواصل مهاره هي سريريه، يعني تعادل باهميتها اهميه الفحص الطبي. انزين، هي عنصر حيوي من عناصر الكفاءه السريريه اللي لا يمكن الاستغناء عنه، مثل المعرفه والقدره على حل المشكلات. يعني شنو معناها؟ يعني ليش كفاءه سريريه؟ انا طبيب لازم من يتخرج عنده نولج وعنده بروبلم بيز ابيليتيز، يعني يعرف يحل المشكله. انت من يجيك المريض ما يقول لك انا عندي مثلا gastroenteritis او انا عندي diabetes، المريض يجي عنده symptoms وساين، انت راح تدخلها وتحللها بدماغك حتى توصل لحل المشكله. فهذه المهارات التواصل تعتبر اهميتها كاهميه النولج مالتك والبروبلم سولفنج ابيليتيز. تمام، مهارات التواصل ايضا اذا احنا طبقناها بشكل صحيح تؤدي إلى زيادة دقة المعلومات اللي والكفاءة بحل المشكلات ودعم للمريض. ومهارات التواصل ما يعني إنه يكون الطبيب لطيف أو يحكي بشكل لطيف مع المريض. مهارات التواصل شيء كبير لها علاقة بنتائج تحسين الصحة. تمام؟ هذه مهارات التواصل. بالنسبة نجي إلى الشيء الآخر، هسه عرفنا هاي هي عنصر حيوي من عناصر الكفاءة السريرية مثل المعرفة وقدرة على حل المشكلات، وأيضا هي تؤدي إلى زيادة الدقة والكفاءة والدعم. تمام، عندنا أشياءات، يعني أنتم وين ما تروحون حتى تدخلون هسه على النتوات من تقول كوميكيش مع تتواصل. تواصل شنو يعني؟ أحد يجاوبني شنو معناه التواصل؟ هل يكفي بأن يكون هناك مرسل ومستقبل؟ هسه هاي الصورة اللي قدامكم شنو ناقصة؟
هاي الصورة وسيلة للتواصل، وسيلة التواصل. هسه هاي الصورة مام، انت شو اسمك؟ فاطمة. فاطمة. شنو هاي الصورة ناقصة؟ هاي element of communication، شنو ناقصة هاي الصورة؟ هاي بيها مرسل مستقبل. وسيلة تواصل. بعد شنو ناقصة؟ أكو مرسل أكو مستقبل. هن هذين بعد أكو شيء ناقص. الوسيلة دكتورة. شنو هي الوسيلة؟ وسيلة يعني من خلالها راح يكون التواصل. صحيح، يعني اكو فشي ناقص بهالصوره اذا تلاحظونها. انا من مرسل ومستقبل، يعني هسه يطلع لك مذيع بالاخبار بالتلفزيون، طلعنا الاخبار، هو عباره عن مرسل صحيح، وانا قاعد استمع للتلفزيون، انا مستقبل، ما صار هذا كوميونيكيشن صحيح؟ هذا مو كوميونيكيشن. الكوميونيكيشن مثلا تروحين هاي البرامج مثلا اللي هسه مات العرب جوت تالنت وغيره، اكو مرسل واكو مستقبل واكو فيدباك. يعني انا شنو عايزني؟ هذه المرسل انطى رساله للمستقبل، بس انا احتاج فيدباك، اكو فيدباك، هذا الفيدباك هو يكمل السلسله مال الكوميونيكيشن. يعني انا مثلا انطي معلومه للمريض صحيح؟ انا المريض شلون افهم انه فهم المعلومه او استقبلها، او المريض حكى لي الاعراض مالته، شلون المريض راح يفهم انه الاعراض انفهمت وانسمعت، انه سمعتها وفهمتها؟ لازم اكو فيدباك بين الطرفين، المرسل والمستقبل صحيح. فاحنا هسه اذا انتم وياي اريد اسال، يعني شنو باعتقادكم اي واحد يجاوبني، ما هي اسس التي تميز التواصل الفاعل، يعني التواصل الفاعل بين الطبيب والمريض؟ طبعا بالمناسبه الكوميونيكيشن هو موجود على كل الاصعده، يدرس في كل المجالات، مثلا بالسياحه، الخدمه الفندقيه، بالشركات، بالريسبشن، باي مكان، هو لازم اكو الجالس لازم عنده مهارات تواصليه. احنا بالنسبه لنا بالطب، احنا هاي المهارات اللي راح نحكيها هسه تميز التواصل الفاعل بين الطبيب والمريض. فنجي اكو احد عنده فكره شنو الاشياء اللي تخلي الكوميونيكيشن يكون فاعل ما بين الطبيب والمريض؟ دكتور الاستماع، استماع الطبيب للمريض، الانصات. بعد دكتور الاصغاء، اصغاء مهم صحيح. بعد للمريض. نعم، الحوار المفتوح. حوار مفتوح. بعد اعطاء الوقت الكافي للمريض. اعطاء الوقت الكافي للمريض. بعد تعامل بالعاطفة. هاي الاشياء قلتوها، هذه في صلب المهارات، مهارات التواصل. انا اسال السؤال مفتوح، التواصل تميز التواصل الفعل. انا راح اقول لكم اول نقطه، واريد احد الطريقه اللي يستخدمها الشخص عمود يتواصل بها، المرسل على مود يوصل رساله. اي هذا اول، انا قلت لها يؤمن تفاعلا وليس عمليه نقل مباشره، لان من جاي نقول تواصل فاعل يعني شنو تفاعل وليس عمليه نقل مباشره، مثل عمليه نقل مثل المذيع والمستمع بالبيت يقرا نشره الاخبار ويمشي، ما يدري استمعنا ما استمعنا، لا، هذا بي يعني عملية تفاعل. إذا كانت هي عملية نقل مباشرة، يعني المرسل الرسالة مثلا الطبيب يفترض أنه مسؤوليته كمتصل قد أكملت، يعني من أنا أحكي حكاية للمريض، أحكي له هيك وهيك وهيك، هي رسالة كملتها، ولكنه التفاعل انفقد بهذه الرسالة. فهي التواصل الفاعل هو عملية تفاعل وليس عملية نقل مباشرة. زين، قلنا من يصير تفاعل، هذا معناتها الرسالة لا تنتهي إلا إذا تسلم المرسل الإجابة الراجعة. يعني شنو أحتاج؟ أحتاج فيدباك صحيح؟ وشلون فسرت رسالته وهل فهمها؟ زين، وما تأثيرها على هاي الأشياء، هي هذا تعني لي التواصل الفاعل. أما إذا أنه مثل بس مجرد نقل معلومات فقط، مثلا أنا حكيت أو انصات فقط استمعته، هذا غير كافي. معناها من أقول لكم الأسس تميز التواصل الفاعل، أول شيء تفاعل وليس نقل مباشر،
زين يفترض يعني انا من اجل تواصل فاعل يفترض تبادل المعلومات، معناتها اعطاء واستلام. انا اعطيك معلومه انت ترجع لي، عشان اقول لك ما سبتهمش شنو مع التفاعل وليس عمليه نقل مباشره، تمام؟ مفهومه؟ اعطاء واستلام، انا اعطي رساله وارجع استلم الفيدباك. والتعرف على تاثير الرساله هي شيء كلش مهم، غاية في الاهميه، زين، وراح يؤدي الى يعني العمليه التشاركيه بين المرسل والمستقبل اللي هو الطبيب والمريض، زين، هاي كلش مهمه الحكايه. النقطة الأخرى التي تميز التواصل الفاعل، أول مرة قلنا يؤمن تفاعل ليس عملية نقل مباشرة. الشيء الآخر، زين، قلنا هذين بغطاء واستلام المعلومات فيدباك، والتعرف على تأثير الرسالة، هذين النقطتين كلش مهمات، تمام؟ ممكن تكتبون نوستر هذه لأن نحتاج أنا بعدين. نجي النقطة الأخرى، يقلل من الغموض غير الضروري. يقلل من الغموض غير الضروري، يعني من يصير عندك تواصل فاعل يقلل من الغموض الغير ضروري، يعني شنو يقلل؟ يعني شنو ما يقلل من الغموض الغير ضروري؟ يعني مثلا نحشي بكلمات وطريقه يفهمها المريض، ما نحشي كلمات مثلا. صحيح، هذه بالبروسيسنج، بس احنا هو لازم يسوي غموض، هو لازم يسوي غموض على مود يجذب المستلم، بس بنفس الوقت لازم ما يسوي غموض كلش على مود يعني ما يفهم، يعني كل شخص يفهم بنفس الوقت غموض. لا لا لا، مو هالشكل. يقلل التواصل الفاعل يقلل من الغموض الغير ضروري. بعد بحد ذات المرض اي مرض، اي مريض بينا يتمرض، احنا اي انسان، حالة المرض هي عبارة عن غموض. يعني اسم الله على السامعين، مثلا واحد يتمرض، انا شنو بي؟ عندي مثلا سكر، عندي سرطان اسم الله، عندي يعني سوفان، شنو علي؟ لان هو المرض هذا بالنسبه للمريض هو حاله غموض. فالتواصل الفاعل يقلل من هذا الغموض، يعني يقلل مثلا الطبيب يسال مجموعه من الاسئله حتى يوصل للتشخيص. فالتواصل الفاعل يعني يوضح للمريض أهمية سلسلة الأسئلة اللي جاي يسألها الطبيب. يعني أنا من أتواصل بشكل فاعل راح أعرف الغاية والهدف من أسئلة الطبيب. مثلا كلها غموض، أنا أجي هم تيم مثلا موجودين أطباء أقدمين هذه، فأنا من هذا كله غموض بالنسبة. من يكون أكو تواصل فاعل وهم مقدمين نفسهم معرفين نفسهم إلي، راح يعني أفهم دور الافراد الفريق بالعلاج، صحيح لو لا؟ بينما انا اجي بردها، يجي المرضانة خطيه بردها، اقلها منو اجى عليك اليوم سوى تور الصبح؟ قال دكتوره انا ما ادري، كلهم لابسين ابيض، الاخصائي ما تدري اسمه، الاقدم ما تدري، الممرض ما تدري، ابو التحاليل ما تدري، طلاب يجون عليه ما تدري. هذا مو بحد ذاته غموض؟ بين أنا من أجي ليش أنا نعلم الطلاب؟ نقولهم يا طلابنا من تروح تأخذ هسري من المريض، كله أنا محمد علي طالب كلية الطب صف سادس، كلفتني سوسن دكتور سوسن، أجي أكمل أوراقك، أو أنا عندي امتحان كلف عندي يعني أحتاج أكمل الأوراق ماتك. يعني أنت لازم تعرف نفسك. هذا من يعرف دورك أنت راح يصير الغموض هذا شنو يروح. فاحنا شنو اتبعنا؟ مهارات تواصليه فاعله حتى نقلل الغموض. وايضا انا من يصير الغموض يقل، انا راح الثقه بالاخرين تزيد. زين؟ الغموض يعني حول التشخيص والنتائج المتوقعه من العنايه او الرعايه الصحيه مهم جدا. يعني مع العلم انه قد يشوب الامور بعض الغموض، لكنه لازم نوضح الامور للمريض. فهذا إذا كان أكو مهارات تواصلية فاعلة، هاي كلها الأمور شوية أثقل. زين؟ لأنه باعتبار الغموض يشتت الغموض الانتباه، انتباه المريض من أنا هسه ما أفهم شنو السالفة. فالانتباه حتى يعني للخطة العلاجية ما أنتبه، لأن هي الأمور كلها غامضة عليه، صحيح؟ وأيضاً
الغموض اذا اكو غموض ياثر بالدقه والكفاءه بناء علاقه. يعني انا هسه بعض الاحيان يعني المريض يقول دكتور هذا ما يعني ما وضح لنا كل شيء ما اتهمنا من عنده. او مريض اجي ادخل اقول مثلا شنو قال؟ قالت ماما اجى خلى سماعة صدري وكتب بالاوراق ومشى. هذا يعني هذا المريض ما فهم شيء. هذا من يصير اكو غموض عند المريض او تدخل المريض وتطلع خمس ست ايام خطين ما حد فهمها شنو الوضع. فهذا ياثر بالدقه والكفاءه، وهذا طبعا بناء العلاقه كلش ضروري مع المريض، لان هذا اذا انت ما توضح هذه الامور للمريض بالتالي هو هذا شوف الكومبلاينس او التفاعل مع الطبيب راح يقل. شوف مريضنا يطفر من مكان لمكان. تمام، نجي يحتاج التفاعل الفاعل التواصل الفاعل الى التخطيط والتفكير بلغه النتائج. يعني شنو معناته؟ انا كاتبه هنا يتحدد التاثير في البيئه يعمل فيها الطبيب والمريض وباتجاهها. يعني شنو؟ اكو احد يقدر؟ احد يقدر يقول لي شنو؟ ها يعني عن شنو؟ يعني دكتورة يتحدث باللهجة اللي هو البيئة اللي عايش بيها. احنا مو على اللهجة، مثلا يتحدد التأثير في البيئة التي يعمل فيها الطبيب والمريض. خلينا نعطيك مثل حتى شنو معناته. يحتاج التخطيط والتفكير بلغة النتائج. يعني انا اليوم اجيت للرد، احنا صار عندنا وايد برداتنا، ها اجي الصبح شو يقول لي دكتورة الممرض، دكتورة هاي المريضة تيم الله يخليش طلعيها، او هاي الدكتورة المريضة تطلع العصر وتجي بالليل تروح البيت هي مثلا وما عدا احد وتجي بالليل، احنا هاي ما جاي تاخذ العلاج وغير ملتزمة طلعيها. انا كطبيب انا شلون اعمل؟ يحتاج تخطيط تفكير بلغة النتائج. انا هل امشي على حكايته لان هو يعني مثلا صار عندي غضب من عندها، او هي تي ام وسوت لهم مشكله بالرد وتعاركت، انا لانه انت تعاركتي وقعي او طلعي؟ لا، لازم الطبيب. زين، اذا كان الطبيب غاضب شنو النتيجه اللي اسعى اليها؟ يعني المشاعر مالتي لمن اوجهها؟ اذا انا افكر ان النتيجه اريدها لحل المشكله، زين حل المشكله معينه او سوء فهم ادى الى الغضب، زين لازم انا افكر بطريقه اللي تفيد المريض بلغه النتائج. زين، مثلا فهمتوا مثلا شنو هاي؟ يحتاج التخطيط والتفكير بلغه النتائج. انا مو اخذ موقف على اساس الحدث اللي صار او اساس البيئه التاثير في البيئه، هاي معناته الحكايه يحتاج التخطيط والتفكير بلغه النتائج. رقم أربعة، يحتاج إلى أظهار الحيوية الديناميكية التواصل مع المريض يظهر يعني يحتاج إلى أظهار الحيوية الديناميكية. شنو معناها؟ يلا احكي. يلا أكو أحد يقدر يقول لي؟ يحتاج يعني يبين إن الدكتور إن هو يعني كفاءة عالية، فحتى يعني ان المريض يثق به يعني يشوفه انه كويس دكتور او هيجي. لا، هي بقى يحتاج الى اظهار الحيويه الديناميكيه. شنو معاها؟ معناها مثلا اليوم انا اخذ قرار مناسب في موقف معين، زين، وقد يكون غير مناسب في موقف اخر. يعني شنو؟ مثلا موقف معين مناسب هسه وغير مناسب في موقف اخر. يعني انا مثلا البارحة المريض أنا أجي سويت تور هاليوم، مثلا سويت هاليوم المريض ستيبل وزين وهذه، فأنا ببالي بنيت أفكاري قلت خلي كمل العلاج هاليوم مباشرة نطلع. وهو المريض أسئله شلون؟ قال والله دكتور كل زين، الوضع زين وهذه. أنا من أجي مثلا أجي باشر جيت الوضع لقيته مختلف، مثلا المريض صار عنده شكوى جديدة، والله دكتور هاليوم مو زين، هاليوم مثلا زاد الاسهال او يعني انا عندي لازم اظهر حيويه ديناميكيه، يعني التغير مال موقفي حسب حاله المريض. انا مو اقول له والله انت البارحه قلت زين لا تطلع. فهمتوا علي؟ كثير من العلوم تصير الامور بهالطريقه. الجانب الحيويه تحتاج المرونه،
مرونة تحتاج، والاستجابة والمشاركة مع المريض والارتباط بالمريض، يعني أنا أقيم حالة المريض حسب وضعه، لأن هذا يحتاج حيوية. تمام؟ صار واضحة؟ أظهار الحيوية الديناميكية، لأنه جوزها اليوم أخذ موقف باكر غير شكل الموقف حسب حاجة المريض، وتتغير حسب الوضع العام إلنا. أوكي؟ التتابع لنموذج لولي يعني شنو؟ يقول تتابع لنموذج لولي، أنا أشرح لكم إياه. التتابع لنموذج لولي، أعطيكم مثل بسيط. إحنا هسه بصف الأول، السلام عليكم. هلا، تتابع لنموذج لولبي شنو يعني؟ اكو احد يقدر يقول لي شنو؟ انا كاتبه التشريح، بس اكو احد يقدر يشرح لي العملي بشكل عملي، مثال عملي؟ ها طلاب، تتابع لنموذج لولبي شنو طلاب؟ اكو احد يقدر يقول لي؟ اتابع تدرج تحسن المريض. اتابع بعد تتابع لنموذج غيره. يعني شلون دكتورة؟ انه احنا اخذنا مهارة التواصل هم اخذناها بمرحلة اولى، وهسه هم جاي نكمل دراستها نتابع بيها، انه نكمل المعلومات اللي اخذناها. عافية، صحيح، كل صحيح. يعني شنو؟ احنا درسنا هسه مهارات التواصل بصف الاول، صحيح؟ درسناها بشكل نظري. احنا قلنا هسه بصف الثاني راح نزيد المهارة، لازم نتعلم العملي مالته. فهذا شنو؟ المهارات التواصل تزيد. مثلا مثل واحد بصف الأول ابتدائي، صحيح؟ أول ما يتعلم بصف الأول الطفل بالمدرسة، كنا جهاله بالمدرسة، أول ما يعرفون الد وبعد يعرفون الا ويعرفون الار. احنا قبل أهل قبل كانوا يعلمون، هسه شوي المناهج اختلفت. هسه مثل علمونا الد و آ و ار، أول حبيبه والحروف، بعدين جمعوا الكلمة. زين، شنو صارت دار؟ فهي مهارات التواصل تتابع لنموذج لولبي، يعني نبدي من الصغير من شويه الى نصعد. نجي اذا طبقناها مع المريض، يقول لي قول الطبيب تاثير لما يقوله المريض بشكل متصاعد لولبي. التفاعل مع المريض يتطور تدريجيا، تمام؟ يعني انا ابدي شوي احكي وياه، وبعدين اتفاعل وياه بشكل لولبي. ثانيا الاعاده والتكرار. ليش احنا بشان التواصل في مستويات مختلفه كل مره ضروري لاجل تحقيق تواصل فعال؟ لهذا احنا نقول الانصات الفاعل والتلخيص والسمرايزيشن والتكرار، هاي كلها مهمه. هذه تؤدي الى وصولك الى نقطه يسمونها يعني قمة بالتفاعل أو التواصل الفاعل مع المريض. هسه هذا تتابع لنموذج لولبي. زيد مهارات التواصل تدريجيا لتأثير قول الطبيب مع المريض والإعادة والتكرار. فإحنا عندنا فشي اسمه تاءات التواصل، تمام؟ تاءات التواصل أنا حبيت أسوي بشكل تاءات حتى شنو؟ حتى نحفظها. أول مرة تواصل فاعل، شنو التاءات مالته؟ تخطيط وتفكير بلغة النتائج، مو صحيح هسه حكيتها لكم أنا؟ وياي طلابنا. تخطيط وتفكير بلغة النتائج. ثانياً تفاعل، ما اسمه تواصل فاعل، تفاعل. الشيء الآخر التواصل فاعل تقليل الغموض. زين؟ اللي قد يشوف المقابلة الطبية. تحتاج الى حيويه ديناميكيه. انا الشيء اليوم مناسب بس ما مناسب للمريض، تمام؟ تتابع لولبي هي عباره عن تتابع لنموذج لولبي مهارات التواصل. نجي هسه الشيء الاخر، اسالكم سؤال طلاب. زين، اسالكم سؤال، أهمية مهارات التواصل شنو؟ إذا يعني أنتم، أنا هسه حكيناها بالبداية، لازم هسه أنتم تعرفون تجاوبون إياها. حكيتها كلش بأول سلايد. ما أهمية مهارات التواصل في المقابلة الطبية؟ طبعا هنا لازم في علامة فلسطر، علامة استفهام يعني. تهيئ الحالة النفسية للمريض إنه يعني تساعد على العلاج؟ لا، أنا أول سلايد حكيته شنو مهارات التواصل
قلنا شنو أول عبارة حكيتها إذا واحد حاضر راي من أول كلام؟ مهارات التواصل. عفية، صحيح. مهارات التواصل هي إحدى المهارات السريرية الضرورية في الكفاءة الطبية. تمام؟ ليش احنا ندرس مهارات التواصل صف أول وصف ثاني، وبعدين تروحون صف ثالث تدرسون باطني بها كوميونيكيشن صف رابع؟ أنت وين ما تروح أنت هي تعتبر مهارة سريرية ضرورية في الكفاءة الطبية. والشيء الثاني الكوميونيكيشن سكيلز تحولها إلى ممارسات عملية. يعني أنت كيف تتعامل مع المريض؟ زين، يعني شنو معناه كيف تتعامل؟ مفهوم كيف نتواصل يعني هو مفهوم أهمية ماذا نقول بالضبط. هاي أهمية مهارات التواصل بالمقام الطبي. أنت طبعا المريض، خلي أقول لكم حكاية، المريض ما يهمه أنت عالم لو بروفيسور لو أنت، المريض شنو يعني؟ المريض يحتاج مهارات تواصل. يعني أنت مو أنه أنت تكون لطيف وياه، لا، لازم هذه مهارات التواصل مبنية على أسس علمية. احنا مو بكيفنا يعني، هذا أكسفورد هذا المنهج يدرسوه من الثمانينات، تصوروا، واحنا تونا بدينا قبل 6 سنين بدينا ندخله. فمفهوم مهارة التواصل أو كيف نتواصل، أهمية مفهوم ماذا نقول بالضبط، بس مو معناته يجب أن تكون مجرد طبيب لطيف تتحدث مع المريض، لا، عندك ستراكشر. فأنا إذا سألكم أكو عوامل لإنجاح التواصل الفاعل، أكو أحد يقدر يشين ويقول لي مثلا أنا هسه مريض وجيت للطبيب، شنو العوامل اللي تنجح التواصل بين الطبيب والمريض؟ كل واحد يحكي لي وحدة بس. دكتورة مثلا التحول لمستوى تفكير يعني، وطريقة المريض بالكلام. شلون؟ تحول لمستوى تفكير المريض، يعني أشوف هو مثلا طريقة. أنت هسه أنت شو اسمك؟ فاطمة. فاطمة. فاطمة، أنت من تدخلين على الطبيب؟ أنت من تدخلين على الطبيب؟ أول شيء، أول شيء يعني اللي ينجح التواصل مع الطبيب شنو؟ دكتورة، استقبال المريض. عفية، استقبال المريض، هي قالت استقبال بس هي صحيحة، مو يعني هي أول شيء التحية، التحية الحارة. مثلا ما يجي المريض يسلم على الطبيب، شوف بعض الأحيان الطبيب حتى ما له خلق يرد على المريض، خطية المريض، صحيح؟ فالتحية الحارة، صحيح؟ يعني أنا هسه أنت تصوري نفسك مريضة، ما تروحين تسلمين، مو شرط مريضة، أنا بعض الأحيان والله في اليوم رحت هذول التايم سكوير سلمت عليه ما رد التحية، قلت له أنت واقف بريسبشن، المفروض من واحد يسلم عليك ترد بأحسن معدها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فالتحية الحارة بكل مكان، هو هذا تواصل فاعل. طبعا رزلت أنا وسكت، قال أعتذر لأن ما سمعتك. تمام؟ إحنا هسه من نروح مريضنا يسلم على الطبيب، لو يرد سلام لو ما يرد، بس هي يقول لك حتى يكون تواصل فاعل يجب أن تكون التحية حارة. بعد هسه أنتم مثلا لازم عدم إنه ما يطول بالحكي ماله أو شرح الحالة، يعني حاول مو ما يطول، لا ما يطول، شنو ما يطول؟ هو المريض يحكي، خليه لا مو المريض، العفو مو المريض، اقصد الطبيب انه هو يعني من يشرح للمريض حالته او هاي يكون يوضح الرساله مالته. بعدين تفاصيله، احنا هسه بس المبادئ الاوليه. زين، قلنا التحيه الحاره، وبعدين شنو عوامل انجاح التواصل الفاعل؟ اكو احد يجاوبني؟ دكتور يعني خلي المريض يحكي اي شيء، وإلا اعراض ممكن سببت له حاله بعد. يعني خلي المريض بنفسه يحكي. بعد سؤالك حالك دكتور، سؤال المريض. بعد الشيء الاخر، هسه انت، هسه انتم اي واحد فينا من يجي له واحد، اي واحد، زين انا هسه من اجي انتم بالطلاب برات اللي تجي نهائي، هيك انت وين باجك، شنو اسمك، تعرف على المقابل. انا ما يصير هذا المقابل قدامي مجهول، اسلم عليه اهلا وسهلا، عرفني على حضرتك، اتعرف على اسمه ابو حسين، ابو علي، محمد علي، اي شيء. زين، التعرف على المقابل هذا يبني علاقة. بعيد يعني أنا خب ما أقول الطالب، أقول أنت يا طالب، أتعرف على اسمه، أنادي باسمه، المنادات بالاسم كلش مهمة ماما، التعرف على المقابل. الشيء الآخر الانفتاح، كون أنت الطبيب
من المريض جاي لك عندك رغبة إنه تريد تسمعه، الانفتاح يسمونه الانفتاح، المبادرة. أنا أبادر، تفضل استريح، هاي عشان حلوة الحكاية. إحنا خطية المريض العراقي ما تعود هالأمور من طبيبنا، السلام بالقوة، هو قاعد يلعب بالنقال أو بأي شيء آخر، يلعب أو جاي يكتب له أوراق، حتى ما قال تفضل استريح، ما يتعرف عليه، ما عنده، ما جاي منفتح عليه، يلا خلصنا بسرعة، يريد بس يخلصه. البدء بموضوع عام مشترك، يعني الله يساعدك، تفضل. زين انت وين؟ عرفني عن نفسك. مثلا قلت انا بابو القصيب، قلت له الله يساعدك والقصيب بعيدة، او الله يساعدك، شلونكم يا كوري؟ يعني هاي شوفوا برا يسمونها بناء ألفة مع المريض. اول ما يجي هناك يتعرف على المريض ويسالمه ويلزمه، وش يسوي بعد؟ يقول له مثلا هلهم يحشون دائما على الوذر، الجو كلش بارد او الجو كلش حار احنا عندنا. فهاي كلها عوامل تنجح التواصل مع المريض. زين مهمه هاي الاشياء. بعد الاطراء على المقابله، الله يساعدك، الاطراء على المقابله. مثلا انت والله تعبت، مثلا مريض هو خطيه جاي وتعبان وعنده طفل، بالنسبه لعشان الاطفال عنده طفل وصار ينتظر 3 ساعات، اي والله اقول له الله يساعد، انت صار لك وايد تنتظر لانه هو ازدحام مراجعين. انا ما اقصر اذا حكيت الحكايه، بس هاي الحكايه مالتي، تصير تذوب يعني الامور اللي المريض السلبيه اللي يشعر بيها. صار 3 ساعات قاعد هو ينتظر المريض مثلا، زين، او انه الله يساعدك دربك بعيد، او الله يساعدك مريض واجت. يعني هاي الاشياء مهمه، الاطراء المقابل، ايضا استعمال الاشارات غير اللفظيه. زين اشارات الغير لفظيه، مثلا يعني انا الاشارات غير لفظيه، شنو الاشارات غير لفظيه؟ مثلا شنو اشارات غير لفظيه؟ اكو واحد يقول لي تحريك الراس، مثلا انا اول ما جاي يحكي هز الرئيس، نظره العين، تواصل البصري مهم جدا. يعني انا المريض خطيه يحكي وانا مدني قبله وراخ، هاي المريض راسا ياخذ هاي الاشاره انه انا المريض غير، الطبيب غير مستمع لي، فلذلك يسكت. او مثلا انا اقول له ايه احكي وانا ابو علي الساعه، لان انا الوقت راح يخلص وعندي هواي شغل. فدائما استعمالات الاشارات غير لفظيه المناسبه لشجع المريض. بعد شنو قلنا؟ المصداقيه، كن دائما صادق، والانصات الفاعل. هذني اذا جمعناهن كلهن، زين، اذا ردنا مثل امثله، قلنا التعرف على المقابل لازم نتبادل للاسماء، اذكر اسمه. يعني شنو يعني التعرف على المقابل؟ مثلا انا هسه مريض يجيني، جاني مريض مثلا، جاني مريض انا عارفه يجيني دائما، بعض الاحيان المريض يزعل اذا انا ما اتذكر اسمه. بعض الاحيان دكتوره نسيتي، مو هذا مريض جاي يجي دائما. فانا ما اخلي المريض يعني اوصله هاي المرحله، يعني وايد عندي مرضى جزء انسى، خب مو انا كمبيوتر اعرف هذا دخل عليه، بعضها استغلها مثلا. اما انه الورقه مالته جاي مكتوب بها اسمه مثلا، اقرا، ها اقول له شلون حسين؟ وانا ناسيته اسمه حسين، مع العلم هو مريضي. فيقول لك مثلا هاي وحده من الاشياء اللي هي اذا قلنا التعرف على المقابل، ولازم تذكر الاسماء مثلا في المقابله الثانيه، هاي واحده من الاشياء. يعني مثلا نحتاج الاشارات الغرب، مثل لغه العيون، مثلا انت نظره العين، هو صح كورونا وكمامات، بس لغه العيون كلش مهمه كاشارات غير لفظيه مهمه. وايضا هسه احنا المصافحه، صح احنا ما عندنا بين النساء، بس موجوده لازالت عند الاطباء، هم مهمه، ولو هسه بكورونا شويه تغيرت لانه يخافون من الكونتاكت. فهذني اذا صفنا بيهن، اذا انت مريض وتروح للطبيب تحتاج كل هاي الاشياء، طبعا تحتاجها. زين واحنا مجربين، يعني انا في يوم رحت الطبيب، انا طبيبه ويعرفني كل زين، سلمت عليه رد التحيه ببرود، وحتى ما قال لي تفضل استريحي. زين فقلت له على الاقل لازم تشوفه، قال لي استريحي، هو استحى من نفسه، انا اكبر من عنده بهوايه. زين فانت لا تتصور، احنا المريض مالتنا كلش يفهم، يقرا الطبيب، المريض مالتنا يقرا الطبيب، وهي عوامل كلش ضروريه. نجي الشيء الاخر،
شنو تتصورون العوامل اللي تقلل التواصل الفاعل، اللي تضبط التواصل؟ تقريبا عكس ذيك الاشياء اللي قلناها. شنو؟ نعم، اولا قلة الوقت، ممكن قلة الوقت وطبيب يكون منشغل عن المريض بعد. دكتورة مقاطعة، كان استقباله ببرود. نعم، استقباله ببرود، يصير عافية البرود في اللقاء. بعد مناسبة المريض. شلون؟ مقاطعة المريض. بعد عدم الانشغال بعد. بعد نجلس نقراها ونحكي كل وحدة مثل. أول مرة قسم عندكم انشغال عن المريض، إي أنا قاعدة أشتغل بالحاسب، أنا جزء، أنا صحيح أنا جزء جاي أسوي بالحاسب، مثلا جاي أدخل الداتا مال المريض، أو مثلا عندي مريض ثاني جاي أكمل الأوراق مالته، بس هو المريض ما يفهم هذا الشيء. فأنا من يجي مريض أنا أكون يقول أنت مثلي تقابل مريض، أنت لازم تهيئ نفسك لمقابلة مريض. بعض الأحيان انا مثلا اريد ادخل على مريض انتظر على ما اكمل الشغل البيدي، يقول شو هناك برا اذا تدخلون على اليوتيوب، يعني اليوتيوب شلون تبني الفه مع المريض، يقول لك حتى كوب القهوه اللي انت جاي تشربه الشوربه وتكمل قبل لا تدخل المريض حتى لا تنشغل عنه. تمام. الشيء الاخر البروده باللقاء، انت بالقوه اذا انت روحك ضايج من عده شو راح تستقبل المريض وتبتهمه. تمام. ليش احنا قلنا الانفتاح؟ الانفتاح على المريض، يعني انت تكون انت عندك رغبه انه تسمع للمريض. ثانيا عندك الدخول بالمشكله، انت حتى لا تعرفت عليه ولا تعرفت على اسمه، راسا احكي لي ايش بيك؟ انا غير اشوفه، تفضلي اسمك او عرفني على شخصك، شنو اسمه الصغير؟ ما شاء الله، شنو نقول لك؟ يقول لي ابو حسين، ابو حسين بيتكم بابو الخصيب، ابو حسين صار له مريض هواي. ما يصير ادخل بالمشكله مباشره، هذا ما راح تقدر تبني الفه مع المريض. انا احتاج بناء الالفه كلها ما تطول ترى دقيقه مع المريض. هسه انتم جربوها، ما تروح تحشي ترى هذا هنا مو بس يعني هنا بالطب، بكل مكان. هسه انا يجيني واحد يشتغل بالبيت اول مره اقول له الاسم الكريم شنو تحب نقول لك؟ انا هيك والله هاي حكايتي. يقول لي ما اخوان، انا ما اقول له مثلا جاي شكبره وش قدر، اقول شنو شنو اقول؟ اقول ابو حسين، ابو علي، ابو محمد. زين هذا انا التعرف على ما ادخل بالمشكله مباشره. يجي عندنا في نقطه كلش مهمه، الحوار الثلاثي، ترايدك كونسلتيشن. احنا هاي المشكله اكثر عندنا بالاطفال وبالكلتشر العراقي، المجتمع العراقي، الحوار الثلاثي. يعني شنو الحوار الثلاثي؟ اكو واحد يقدر يقول لي؟ يعني دكتوره مثلا انت جاي تحكين ويا المريض ويتدخل شخص من اهل المريض هم يحكي. اي والله عافيه، صحيح، هذا موضوعنا اهل المرضى. الحوار يعني انت جاي تحكي مع المريض، احنا بالعهنا احنا ما عندنا برايفسي للمريض، يدخلون ويا امه وابوه. احنا هسه الاطفال بالله ماشي عندنا ترايدي كونسلتيشن، بس احنا عندنا فاميلي كونسلتيشن، يعني الصغر والمريض والابن والام وكلهم يجون، يعني هذول هسه الكبار، يعني هسه مو بس الاطفال. زين، فهذا يحشي حشايه، هذا يحشي حشايه، خرب التواصل بعد، لا افتهم تتفهم المريض ولا افتهم من عندك المريض شيء. الاختلاف والمحاججه، الام تقول شكل، البيبي تقول شكل، الاب يقول. بعض الاحيان انا احكي ويا المريض شو يقول؟ والدكتوره ما عايش عندها ما تفتهم، بالله انا البيبي تحكي دكتوره عوفيها انا احكي لك. بعدين طبعا انا المن اسمعهم كلهم. بعدين من يطلعون والدكتوره هذول موتيني لا يخل، يعني يصرفون بكيفهم، والام تشكيلي. زين انا بحد اقول لهم بس الام هي تعرف اكثر شيء عن الطفل، احكي لي. يلا مثلا الابو ما يقدر يحكي لي عن الطفل اي شيء، قلت لي انت مو بالتمام بالشغل، اكيد ان الام تعرف اكثر. البيبي انت عايشهم؟ لا والله انا جيرانهم. اي ما يصير هالشكل، يعني هذا من يصير اختلاف وحاججه. احنا مجربين كل شوية، هذا راح تفقد التواصل مع المريض بشكل صحيح. فشوني بعض الاحيان اضطر ارجع من البدايه، ارجع اتعرف على المشكله من البدايه لانه ما افتهمت. كذلك مثل ما قلت قله الوقت، وهاي نلاحظها بردهات الطوارئ وبالاستشاريات الازدحام. تمام. نجي قلنا الاشياء اللي مثلا اذا اردنا ننطي امثله على هذه الاشياء
مثلا الانشغال عن المقابل، انا قلت لكم اياها بس انشغل عنه بالحاسبه او الموبايل. ايوه موبايل انت بعض انا اضوج يعني ادخل اجي المقيمين المريض خطيه هناك بحده وهم قاعدين يلعبون بالنقالات. انت واجبك هذا، هذا واجبك، مو تقعد تلعب بالنقال، دوام رسمي هذا. زين مثلا سعر استخدام الموبايل، زين البرود باللقاء، وهاي منو ممكن شنو بعد مثل اخر وحده اختاروا من هاي العوالم منطيني مثل عليها؟ الدخول بمشكله مباشره يعني بدون ما تاخذ موقع المريض اسمه تتعرف عليه حتى تعطي اريحيه. انا اريد امثله. صحيح الدخول بالمشكله زين اي صحيح يعني بدون ما العفو الدكتوره بدون ما تتعرف على المريض تسالنا عن مكانه تستلطف وياه حتى تعطي اريحيه بالتضبط التفاعل. بس مثلا المريض خطيه واقف يم الباب وانت قاعد على الكرسي بعيد، الجلوس بعيدا عن المريض. احنا اكو مسافه مقبوله اجتماعيا بين الطبيب والمدري ايش، حتى هاي الميز بينك وبين المريض ما لازم تلغينا، الميز بينك وبين المريض تلغيه لازم، لانه انت لازم تقعد بجلسه حواريه بطريقه انجل، يعني مو قائمه الى اي شيء، منفرجه الزاويه تصير وبعدين ممكن نعرضها لكم بغير مكان. فالجلوس بعيدا عن المقابل، وايضا الدخول على يعني واحده من هاي قالوا عدم السماح للمقابل التعبير عن مشكلته، مثلا يحكي له حكايته للمريض خطيه بعدها ما حكى، زين بعدها ما حكى رئيسا طفل الطبيب عليه وقام يساله بهاي الاسئله المغلقه، بحب الطبيب كل شيء ما انطوه مجال المريض، ما الطبيب ما انطى المريض مجال يحكي. انا دائما اقول لهم يا طلاب المريض هو بطل القصة، هو المريض، يعني هسه احنا خلينا نصور نفسنا مريض. أنا هسه مريضة، من يعرف عن مرضي؟ أنا أعرف لو الطبيب يعرف. الطبيب شو يسوي؟ يريد يقضي شغلة بسرعة، بس حجة المريض حكايتين رأسا شنو عنده أفكار؟ شنو عنده أسئلة مغلقة يسألها للمريض؟ وخطية المريض سقط. بعد ما انحلت المشكلة أنه هو يقول لك احنا ويليام أوسلر شو يقول؟ يقول خلي المريض سينبئك التشخيص، خلي المريض يتكلم عن مشكلته هو راح يخبرك التشخيص. وبالانجليزي يقول ليه ذا بيشنت تيل يو ذا دايجنوسيس، هو المريض ثلثين الدايجنوسيس يجي من المريض من يحكي، لان هو يعرف يجوز ينقل لك بالكلام مالته، فهنس حكايه بسيطه توصلك للتشخيص. تمام؟ فدائما عدم السماح للمقابل للمريض بالتعبير عن مشكلته واحده من الاشياء اللي تقلل التواصل الفاعل مع المريض. عندنا في شغلتين، احنا عندنا يسمونه في شيء اسمه اوكي طلاب وياي تمام. احنا عندنا في شغلتين، اكو في شيء نسميه طب الروايه واكو شيء نسميه طب البينه. هاي احنا اخذناهم صف الاول صحيح لو لا؟ انتم هسه هم تراجعون الكتاب مال فن الحوار الطبي اللي هو شان مالتكم ما صف الاول قريتوا بيه، طبعا نحتاجه بكل مكان احنا. فاول مره لان قلنا احنا مهارات التواصل هي عباره عن تدريب لولبي يتصاعد مع تقدم المراحل. فعندنا طب الروايه قلنا ادراك عمق مضمون روايه المريض لمرضه اثناء سرده الذي قد يكون معقدا وملتبسا وبحاجه الى مراجعه وتدقيق. طب الروايه هو حكي المريض، هو المريض راح يحكي لي الروايه مالته. هذا الكلام مالته قد يكون معقد، قد يكون يحتاج تدقيق. هذا روايه المريض شلون انا افسرها؟ يعتمد على مهاره الطبيب في فك رموز هذه الروايه واعاده صياغتها. لهذا احنا نتبادل الروايه انا والمريض الى ان نوصل الى روايه متفق عليها. تمام؟ فهذا يسمونه طب الرواية. طب البينة لا، هذا evidence based علمي مبني على الاستعمال الصادق والواضح والحكيم لأفضل الأدلة المتوفرة في صنع القرار بشأن يعني شنو؟ نعتمد على فد guideline. أنا مثلا سأقول أنا عندي هسه أسمع عندي الـ NHS guideline أو الأمريكان guideline، هذا دراسات سووها وطلعوا لي فد هاي الادله بالمعالجات مثلا.
فهذه يسمونها الإيفيدنس بيس ميديسن. اعتمد انا من اقول لكم انت من تعالج المريض على اي اساس؟ على لازم عندك إيفيدنس بيس ميديسن تعالجه. انا مو اعالجه كيفيه لانه انا طبيبه صار لي 30 سنه اخصائيه. انا حتى مع تطور الطب لازم اعتمد الادله الحديثه يعني شنو الموثوقه، وانتبهوا الادله الحديثه الموثوقه بالعلاج. يعني انا لازم اعتمد بعلاج الايفيدنس بيس. عندي شقين هسه، صار عندي طب الروايه وطب البينه. زين، فنجي هسه نجي نشوف عربتون شرحتهن. راح اقول لكم انا هسه السؤال الاتي: شنو طب الروايه وطب البينه؟ كل وحده بها الصفات، تمام؟ طب الروايه شنو تقولون بها؟ المريض راح يحكي لي قصته، صحيح؟ فالتشجيع على التفكير والمشاركه بالمعلومات، صحيح؟ تشجيع على التفكير والمشاركه. انا اخلي المريض يحكي يكمل بحال بعضها. انا هسه الامهات يجوني حتى كل شيء كاتبين، يقول دكتوره حتى لا ننسى. وانا اذا كلي اذان صاغيه اسمعهم بشكل، يعني انصت لهم، مو اسمع، انصت لهم بشكل دقيق، راح اشارك وياهم المعلومات. وحتى التفكير مالتنا راح نشارك. بعضها راح اقول لها انت ليش قلقه من هذا الموضوع؟ او انت شلون تفكرين؟ راح تقول دكتوره احنا خايفين والله. هسه البارحه، لحد البارحه وحده ابنها زينه، يعني ما ادري ابنها زين، يعني عنده بس نيزل اوبستراكشن ابر ريسبيراتوري. قالت دكتوره مو احنا ليش خايفين؟ اذا انت شنو اللي قلقك؟ ليش جاي انت يعني؟ وما صار يومين ثلاثه ورجعت مضان. قالت دكتوره يعني احنا اخوه بعمره صار عنده ذات الرئة ونمنا بالمستشفى، فاحنا نخاف تنزل على صدره. فشوفي انا ابتهمت ليش المريض يعني عنده قلق وخوف منها، من خلال انه انا شجعته انه يحكي لي وشاركني بالمعلومات، يشاركني ضروري المشاركه. ايضا هو صور لي المعاناه الشخصيه بدقه، هم عندهم معاناه، خايفين هم. فتصوير المعاناه ما تجي عن طريق طب البينه، تجي عن طريق طب الروايه، تمام؟ ايضا انا تعاطفت وياها، حقك انت لانه اخوه الثاني بعمر شهرين انت وقالت دكتوره تعذبنا بوقتها وجهال وما ادري شنو. فطب الروايه ينطيك هاي الفرص، ومشاركه المريض بالرعايه، يعني مشاركه المريض مهمه. يعني انا جاي اشجعها انا وياها نشارك. والاخر نقطه هي اساس الرعايه الشامله الفرديه الخاصه بالمريض. المريض يحكي، اشجع التفكير والمشاركه بالمعلومات، راح يصور لي المعاناه. المريض من يحكي والله دكتور لو تدري ايش قد مأذينا، اذا احنا تعبنا دكتوره يوميا احنا بالطوارئ، او دكتوره احنا نخاف يعني قرايبنا طلع عنده مثلا تدرن او عنده تيبي او عنده لوكيميا، فجاي يصور المعاناه مالته، القلق الخوف مالته. وانا ايضا ينطيني فرصه من اسمع للمريض روايه المريض، اتعاطف وياه بشكل صحيح. زين اي والله الله يساعدك، او تقول دكتوره احنا تحكي لي هناك، قال دكتوره احنا والله ما قدرنا نجي نتابعه. انا مو اقول انتم مهملين وما جبتوه ما ادري شنو. اي انا شنو اقول؟ اي والله عسى ما شو انت مو على بعضك، حتى لابسه اسود. قال دكتوره مو خطيه ابوي استشهد وهاي. فشوفي انا من استمعت للمريض، شفت وضع المريض، تعاطفت وياه، هاي المريض راح يعرف يقول الطبيب سمعني وتعاطف ولا طب مو موضوع بس اعراض مرضيه، لا. زين، وراح اشاركه، اخليه يشارك وياي بالرعايه، ويسمونها الرعايه الشامله الشامله الفرديه الخاصه. نجي على طب البينه. طب الموضوعيه هاي اوبجيكتيف، لانها جايد لاين علميه بحته مهنيه بروفيشنال. زين، جمعية وتضع أدلة علاجية للمشكلة الصحية. وعشون الفرق بين طب البينة وطب الرواية؟ وياي طلاب، طب البينة هو الإيفيدنس بيس اللي معتمد على الدلائل العلمية اللي موضوعة للعلاج الأمراض. فهذه موضوعية أوبجكتيف علمية مهنية جمعية وتضع جامعينها وتضع أدلة علاجية للمشكلة الصحية. مثل قلت لكم أبسط مثل اللي هو فد جايد لاين، مثلا هلا يا الجايد لاين، هو جايد لاين امريكان ان اتش اس، المهم طلع مثلا ساي جايد لاين مال كورونا بالاطفال، طلع جايد لاين هي موضوعيه علميه مهنيه بس هي تختلف عن طب الروايه.
تمام؟ ويا الطلاب لو لا؟ تمام. احنا باعوا، احنا اليوم هذا مخطط المقابلة، مخطط المقابلة. احنا سوين حكينا بافتتاح، انتم بالسيشن الجاي انا عرضها لكم حتى احنا كل جلسة نجمعها مع الجلسة الثانية. هيكل المقابلة هذا، باعوا اول شيء احنا قلنا عندنا بيو مهارات. فاحنا بالجلسة الجاية راح نتعلم على مبادئ افتتاح المقابلة. فأريدكم تقرون هذا عن مبادئ افتتاح المقابلة. فإحنا بعو هسه عندك مبادئ الافتتاح، وقلنا العوامل إنجاح التواصل الفاعل اللي تتعلق بالافتتاح مع المقابلة، مو صحيح؟ افتتاح المقابلة هي التحية الحارة وتعرف على شخص المريض، البدء بالحوار الاجتماعي، الإطراء على المريض، صحيح هاي قلتها؟ بعدين وياها تفاصيل أخرى، الرواية المرضية اللي قلنا هاي اللي هي طب الرواية، الرواية المرضية اللي هي محورية المريض. يجي بعدين الجزء السريري محورية الطبيب. عندك من الجامبيان مهارات حوار لفظية وغير لفظية، هاي هيكل المقابلة اللي هي ضرورية واحد، يعني هذا يسمونه on the top، يتضمنها هيكل المقابلة الطبية أو الميديكال انترفيو. بالبداية هي احترام المريض وبناء العلاقة. احنا ليش حكينا مدخل رباط الكلام مالتنا؟ التواصل الفاعل يؤدي الى بناء علاقه مع المريض. فاحنا بالبدايه لازم عندنا احترام المريض، هاي يسمونها هيكل المقابله، هي موديفايد من كالجري كامبريدج جايدلاين. يعني باوكسفورد عندهم كالجري كامبريدج يسمونه جايدلاين. هذه احنا بعد الدراسات في العراق شفنا احنا المريض العراقي يختلف عن البرة. طبعا كل مجتمع كل كلتشر تفرض غير شكل احنا. فاحنا بالبداية عندنا احترام المريض، لازم المريض لازم تحترمه من البداية. اذا ما ظهرت علامات الاحترام المريض ما راح تقدر تبني يا علاقة. هاي العلاقة لازم بعدين تصير تشاركية، لان هو منو المريض لازم اذا ما يصير عنده كومبلاينس المريض ما راح تقدر توصل وياه الى نتيجه، صحيح لو لا؟ صح لو لا؟ اما يفقد المتابعه او يفقد ما ياخذ العلاج او ما اعرف شنو. فاذا المريض حبك واقتنع بيك وبنيت علاقه ايجابيه مع الامور، راح هذا لها علاقه بتحسن نتائج الصحه. تمام؟ فاحنا هسه احترام المريض، بناء علاقه، افتتاح مقابله، انشاء، يعني هي بعو المقابله الطبيه. المقابله شنو الطبيه اهدافها؟ شنو اهداف المقابله الطبيه؟ اركز وعيد عليها بناء علاقه ايجابيه مع. بس احنا هسه شوف، احنا انا سجلت خلال هاي حياتي المهنيه، يقول كل طبيب يقدر تقريبا كم مقابله يقدر الطبيب يقابل بحياته عالميا؟ 200,000 مقابله، صحيح 200,000 مقابله. هذه المقابلات انت عندك هدف من عندهم. اول مره بناء علاقه ايجابيه مع المريض، لازم تكون علاقتك مو سلبيه، يطفر المريض اذا سلبيه. فانا اشوف ان اكو بعض المرضى اصدقاء عندنا يجون يحبون يصورون لنا صور، يحبون يجوا، انا ما اروح ذاك الدكتور اجي هنا الدكتوره، انا اعرف ابني علاقه وياهم. فاحنا هم نحب المريض، احنا نحبه مو لانه لا هي شغله ماديه ولا شيء، هي لانه انت اكو عندك علاقه انسانيه مع المريض، هي هاي الماده تحصيل حاصل بعدين تجيب، لانه انت لا تسعى على الماده، انت اذا تريد تسعى على الماده روح الشغل تاجر، لانه الطب ترى ما ينطيك الفلوس. انت اذا تريد ماده روح اشتغل تاجر، بس ان احنا علاقتنا مهنتنا انسانيه، بها جانب انساني، لان احنا جاي نتعامل مع انسان. احنا شو يقولون؟ يقولون المريض الانسان الذي هو مو ماكينه عاطله وتتعامل، لا هذا انسان هيومن بيج، لانه كل طبيب لازم يتصور نفسه في محل المريض ويشوف شنو احتياجات المريض. فأول مرة أهداف المقابلة بناء علاقة إيجابية، لازم أنا أحتاج أتعرف على مشكلات المريض وتقييمه واستيعابها. أول مرة أبني علاقة أتعرف على مشكلات المريض وتقييمه واستيعابها. الشيء الآخر أتعاون مع المريض لتدبير هذه المشكلة. أنت لازم تتعاون وياه، إذا ما تعاونت وياه زين، إذا ما تعاونت وياه فاذا يعني انتفت هاي المقابله الطبيه، ما صارت اهميه. انت انا المريض جاي، هو بعض الاحيان يجينا يقول دكتور انا جاي اريد حل، يا انت شنو ببالك؟ خليه يشرح لي.
قال دكتوره ترى انا مليت من الاطباء، سمعون ترى هاي المرضى يقولون هالشكل، دكتوره انا مليت من الاطباء، انا اروح اشوف الثلاجه متروسه ادويه. اقول له انت شنو ببالك؟ قال دكتوره انا اريد ترشديني على طبيب مثلا يحل لي المشكله اللي هو شنو مثلا. قال دكتوره مثلا انا ما اعرف هل هو جراحة نقاح العظم مثلا، يجيك مريض عنده هيريديتري بلاد ديزيز او ثلاسيميا ومشخص حديثا، وعنده مريض سابق اخوه عنده نفس المشكله. الدكتور انا هذا ما ادري يصير مثل اخوه، انا تعذبنا باخوه يوميا بالمستشفى انه يوميا دم، انا اترجيني هسه على مكان احل حل نهائي، انا سمعت مثلا اكو زراعه نخاع العظم وعلاجيه. الدكتوره اريدك ترجديني. شوف يعني المريض انا تعرفت على مشكلاته وقيمتها وبنيت علاقه وجاي يستشارني انه شلون يدبر المشكلات هاي. اقول له اي صحيح مثلا اكو زراعه نخاع العظم، راح اسوي لك تقرير وممكن اوديك على طبيب مثلا داخل العراق خارج العراق حتى تستفاد لانه مشكلتك مزمنه. فاحنا هذين الثلاثه كلش ضروريات، هي مو مشكله عنده اسهال واسبوع كتبت علاج اسهال، عنده كحه وكتبت، مو هالشكل هي الطب، مو هالشكل. انت طبيب مو مشكلتك بس واجبك تعالج اعراض مرضيه من وجهه نظرك، انت لازم تسمع للمريض شوف مشكلته. بعض الاحيان ما اسمع المريض، اقول انت مثلا قلت لي صدره صار له هالاسبوع، وقلت لي انتم متعذبين به صار له كل شهر شهرين انتم ممتنق وتروحون للطوارئ بالليل، صحيح؟ صح لو لا؟ قالت ايه صحيح دكتوره. وشوفين الطفل تغير، صار عنده مثلا نقص وزن او شوفي مو نشاطه مو حركته ضعف. فانا شنو تعرفت على مشكلات المريض، المشكلات الحاليه، وهي قالت دكتوره متعذبين صار كل شهر شهرين روح للطوارئ. دكتوره الطفل تغير، هاي عندها سالمة يدبرتها. بعد دخلتهم يعني انت واجبك هذا كطبيب. المهم انت ما تقدر تكون اجود دكتور. الجود دكتور شود بي اجود كوميونيكيتر. حتى تبني علاقه ايجابيه لازم يصير عندك مهارات تواصل فاعله مع، هي مهارات تواصل ما تجي من الفراغ. مهارات تواصل لازم تعرف لها الاساس العلمي لها، قلنا مو مهارات تواصل معناته انت تكون لطيف مع المريض فقط، لا مو هاي. بيها ستراكشر اللي هو رويتكم اياه انا، شوفوه هذا ستراكشر، احترام المريض، افتتاح، روايه المريض، روايه الطبيب، فحص بدني، استنتاج، مهارات حوار لفظيه اللي هي الامبايتلسن سمرايز، ومهارات حوار غير لفظيه، هذه انت كل هذا ستراكشر عام لازم تعرفه. فمن تجي انت لازم تطبقها، طبقها وين؟ بالحياه العمليه. مثلا نبدي هسه احنا جاي ناخذ عمليه، بعدين صف ثالث راح ناخذ الباطنيه ونصعد صعودا. فاحنا عندنا هذا هو دليل الطالب اللي هو كنا ندرس فيه مهارات التواصل العملي، وهذا كتابنا اللي هو فن الحوار بالمقابله الطبيه.